بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن صورة الأرض من بعيد. هذه الصورة لكوكب الأرض التقطتها وكالة ناسا من مسافة 9.5 مليون كيلومتر، أي سنة ضوئية واحدة فقط. وظاهر مثل ما تلاحظون، والظاهر من الصورة وجود كوكب الأرض وجانبها القمر. كوكبنا على هيئة نقطة صغيرة مثل ما تلاحظون ذات لون أزرق باهت بجانبه القمر، ويبدو كالنقطة الصغيرة جدا. عندما نتأمل هذه الصورة، ندرك أن هذه الأرض لا تكاد ترى من مسافات ملايين الكيلومترات. فكيف إذا ابتعدنا مليارات الكيلومترات؟ طبعا لا يمكن رؤية الأرض نهائيا. فإذا كان هذا حال الأرض بما تحويه من جبال وبحار وغابات، فما هو حجم الإنسان أمام عظمة هذا الكون؟ دعونا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك. سورة الانفطار آية 6 إلى 8. نشوف الكثير من الناس تتكبر فوق الناس وتحس إنها كبيرة يعني، والله أعلم، وهو لا يسوى نقطة من بحر.